هنا. هذا الموضوع والنقاش هو حول البيئة التنظيمية ما بعد الأزمة، وأستخدم هذا التشبيه. أنا متأكد في خلال سفرياتكم هناك رسومات مصورة لما يسمى بالرود رانر أو الحيوان الذي يركض بالسرعة، وهناك من يحاول أن يمسك به. والتشبيه الجيد لما رأيناه في الأسواق المالية والتنظيم الأسواق المالية في السنوات 20 و15 الماضية هو أن مراكز التميز في نيويورك أو هونغ كونغ أو طوكيو كان فيها تغيرات سريعة مالية في مواقع مختلفة أخرى من العالم. الشرق الأوسط حاولت أن تواكب هذه التغيرات، وخلال السنوات الماضية كان هناك تحالفات جديدة، مثلا سوق الأوراق المالية في نيويورك مع قطر، ودبي مع ناسداك. إذن كلها للتعاونات بين الأسواق المالية، ولكن إلى أين قادتنا من حيث التنظيمات تنظيم هذه الأسواق المالية؟ والآن نشبه ما بين الأرنب والسلحفاة، وكنت أقول هل أريد أن أدخل في هذه المسابقة الركض السريعة؟ هل تخدم اقتصادي؟ وكيف وما هو موقع اقتصادي في المنطقة وأيضا بالسياق العالمي، ليس فقط مجموعة الثمانية ولكن من منظور ديناميكي أكثر، ألا وهو مجموعة العشرين؟ وهل مجموعة العشرين هي الأداة المناسبة؟ سمعنا في شهر أكتوبر 20 الماضي أنها فعلا كذلك، ولكن بعد ذلك سمعنا أننا يجب أن نراجع الأمور أولا ثم نتابع في عملية التصميم والهيكلة. كل ما أردت أن أقوله هو أن هذا النقاش هو جزء من مبادرة إعادة التخطيط العالمية تحدث عنها البروفيسور شواب البارحة، وسمو رئيس وزراء قطر أيضا تحدث عن ذلك من خلال العلاقة ما بين قطر وسنغافورة وسويسرا، وهي النظر إلى الحوكمة من الأدنى إلى الأعلى، وأنها تكون عملية تشمل الجميع ولا تكون عملية تأخذ فيها القرارات في القمة وعلى القاعدة أن تنفذها، وأن تكون عملية معولمة بحيث يتم سماع العديد من الأصوات في عملية اتخاذ القرار. جون، أبدأ معك. أعرف أنك جزء من هذه العملية، هذه المبادرة، وصغت أوراقا بهذا الخصوص. هل لنأخذ فكرة القمة إلى القاعدة، هل توجه مجموعة العشرين نحو الإصلاحات التنظيمية ونحو التصميم أو الهيكل الاقتصادي الجديد؟ ما الذي سيحدث خلال 6 أشهر إلى سنة، ومن ثم نتحدث عن تأثير ذلك على المنطقة بشكل خاص؟ Well, I think there's the G20s. أعتقد أن مجموعة العشرين تعمل على هذه القضية بالإضافة إلى عدة جهات دولية. دعوني أركز على بعض التوجهات التي أرى أنها انطلقت من هذه النقاشات، والتي من المرجح أن تشكل الجهات التنظيمية للخدمات المالية. أولا، هناك تركيز على متطلبات رأس المال والسيولة، وتغيرت في ضوء كون هذه الأزمة قد سلطت الضوء على قدرة الرفع المالي في النظام، وغياب التركيز على السيولة وعدم كفاية السيولة. كنت هناك في المراحل الأولى من هذه الأزمة، هذا كان الوضع، وسترون توجها عاما لتغيير متطلبات رأس المال، مثل محاولة نزع التعويم بين البنوك والمرابحة بين البنوك والتقارير المالية، وأيضا كل ذلك في بازل واحد، ووضع أيضا فحوص مثلا مثل فحص الجهد وفحص الوضع المالي. كذلك سنرى تغييرات في السيولة والتركيز على قضايا محددة وأدوات لقياس السيولة بشكل أفضل مما تم قياسها في السابق. وأخيرا في مجال رأس المال والسيولة سيكون هناك تركيز على المحاسبة بناء على القيمة العادلة، وهذا سيؤدي تغيير على قياس الملاءة. ولكن بالإضافة إلى متطلبات رأس المال والسيولة،
هناك بعض القضايا الإضافية. أولا أن تكون الرقابة تتعدى البنوك، وما وجدناه في خلال الأزمة هو هناك العديد من المؤسسات المالية غير الخاضعة للرقابة، وهي كانت سبب مخاطر في النظام. بالتالي هناك نقاش حول توسيع نطاق عمل الجهات التنظيمية إلى ما يتعدى البنوك وإلى شركات التأمين ربما، وهناك بعض النقاشات أيضا على الشركات غير المالية ولكن التي تؤثر قد تشكل خطرا على النظام المالي. ثالثا موضوع معايير الإدارة الرشيدة أو الحوكمة، حوكمة الشركات تشمل بعض المواضيع مثل هيكلية المنظمة والمؤسسة وأن يكون هناك حوافز للخبرات، وكان هناك تركيز على نماذج معينة داخل المؤسسات المالية وأيضا في السوق إذ كان هناك اعتماد على هيئات التصنيف. ثم هناك المخاطر منظومة بحد ذاتها، وارتبطت هذه بالحوارات في مجموعة العشرين. الأفكار التي ظهرت هو أن التنظيم، العمل التنظيمي يركز على الاقتصاد الصغير أو على الأفراد وليس على الاقتصاد الأوسع، وما هناك مكتب الأنظمة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي سوف تبدأ بوضع إطار أوسع للجهات التنظيمية مما كان في السابق. نود أن نعرف رأي مركز دبي المالي بوجود المنافسة التقليدية مثلا من البحرين وقطر، ماذا يعني ذلك بالنسبة للأطر التنظيمية في كل دولة على حدة، وأيضا التعاون عبر دول مجلس التعاون الخليجي والتعاون أيضا في الإطار التنظيمي في الشرق الأوسط. الفكرة ليست بوضع إجراءات وتدابير فقط من أجل وضع هذه الإجراءات ولكن لأن لها فائدة تذكر. سأحاول أن أحصر ملاحظاتي في دقيقة أو دقيقتين، ولكن لا يمكن أن نفصل ما بين متطلبات التنظيمية في دولة واحدة مع المنطقة ككل. يجب أن تخدم احتياجات التنموية للبلد وبشكل خاص الصناعة المالية. بالنسبة لنا قمنا بتطوير هذا المنبر DIFC، مركز دبي المالي وأيضا مركز قطر المالي، ومن خلال إعادة النظر في المعايير وأن نقود من خلال الاستثناءات وأن يكون هناك تحديد للوضع الحالي وما يجب أن يكون عليه لنحاول أن نصل إلى ما يجب أن نكون عليه ليكون اقتصاد المنطقة جزءا من الاقتصاد العالمي. ولكن ما زال هناك الكثير لنحققه، مثلا المعايير المحاسبية التي لا يتم تطبيقها كمتطلبات إلزامية لمؤسسات مختلفة. مثلا مركز دبي المالي هو الوحيد الذي يفرض المعايير المحاسبية الدولية على المؤسسات المالية، وبغض النظر عن المعايير فهي يجب أن تنطبق على المؤسسات. الحوكمة أو الإدارة الرشيدة للشركات أساسية. الشركات المدرجة وغير المدرجة لديها نواقص جدية وخطيرة من حيث مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة واستقلالية مجالس الإدارة وقدراتهم الإشرافية. حقوق مالكي الأسهم أيضا غير محمية، الإفصاح والشفافية. مثلا في قطر والكويت في سوق الأوراق المالية تم سحب الكثير من الأصول، ثلث الأصول من السوق لهذه الأسباب. كذلك هناك موضوع تعويض المدراء التنفيذيين. كل هذه القضايا هي عوائق أمام استدخال هذه الشركات في الاقتصاد العالمي بشكل ناجح ومستدام. إذن هذه هي الأمور التي يجب أن نعالجها.
يجب أن يكون هناك المزيد من الإجراءات والمعايير الرقابية العالمية في هذه المنطقة. فكرة المقارنة مع السلحفاة والأرنب، قد نكون سلحفاة ولكن لم تكن هذه رغبتنا ولم نتحلى بحكمة السلحفاة ربما، ولكن مع ذلك يجب أن نتعلم دروسا مما حدث، إذ ربما لا يجب دائما أن نتبنى الابتكار إذا كان ذلك الابتكار، أو لنتحدث بشكل محدد أكثر، منتجات معقدة جديدة قد يرتبط بقدرتك على إدارة المخاطر، إدارة المخاطر المرتبطة بهذه الابتكارات وبهذه المنتجات. إذن هذه هي قضايا أساسية يجب التعامل معها وهي ضرورية. إذا نظرنا إلى هيكل الحوكمة والإدارة، يجب أن نبني الأساسيات في هذه المنطقة، وربما يجب أن نتوقع بعض التغيرات على الصعيد العالمي، مثلا إدارة مخاطر السيولة ومخاطر المنظومة، وأيضا أنظمة الإنذار المبكر التي يجب استدخالها في النظام. وعلى مستوى الشركات، من نظر إلى هياكل تقليدية لمجالس الإدارة، هل هي مناسبة أم لا؟ هل مجلس الإدارة الذي يجتمع في كل ربع فصل أو في كل فصل، هل هذا مناسب أم نحتاج إلى مجالس إدارة ديناميكية أو نماذج ديناميكية أكثر؟ هذه هي الأسئلة المطروحة حاليا. شكرا. قبل أن أنتقل إلى شري، دور القانون الإنجليزي، هل هذا أساسي بالنسبة لدبي، وهل سيبقى هذا هو المقترح الأساسي المقدم في دبي؟ نعم، أعتقد أن 80 أو 85% من التجارة العالمية يتم تحت حكم القانون العام، أليس كذلك؟ تحت إطار القانون العام، ولكن هذا كان حتمي لأن القانون العام يعتبر أنه يمكن التنبؤ به أكثر بالنسبة للأعمال التجارية. لقد عملت في الحكومة، وإذا نظرنا إلى ما نمر به الآن نتيجة للإصلاحات العالمية والمنافسة الموجودة هنا، هل من الحكمة أن يكون هناك معايير شرق أوسطية للإصلاح في الجوانب التنظيمية والإشرافية؟ فدبي وقطر يحاولون فرض نماذج مختلفة، هل نبحث عن معيار عالمي، معيار لدول مجلس التعاون الخليجي، أم معيار إقليمي؟ هذه أوقات صعبة بالنسبة للجهات التنظيمية في كل أنحاء العالم، فإنهم يحاولون اللحاق بركب النظام المالي العالمي الذي نما وكبر بشكل غير متوقع في كثير من أنحاء العالم. أشار جون إلى نظام مالي في الظل الذي كبر خلال السنوات الماضية، مثلا في عام 2007 لدينا أرقام تقول بأن ميزانيات البنوك الخمس الكبرى كانت 5 تريليون دولار، وفي الولايات المتحدة الأمريكية كانت 10 تريليون. إذن نمت بشكل كبير، بحيث كان على الجهات التنظيمية أن تلحق بنظام لم يعودوا يتعرفون عليه. هذا هناك حديث الآن عن تكوين جهة تنظيمية عالمية كبرى أو خارقة. هناك إحساس بالنشوة لدى الجهات التنظيمية في هذه المنطقة، إذ يقولون بأن نظامنا المالي والمصارف لم تتأثر بهذه الأزمة، إذ الجهات التنظيمية أبقت قبضة محكمة على المنتجات المالية المتاحة، وبالتالي يشعرون بالنشوة الآن بسبب ما يحدث بالأنظمة المالية في كل أنحاء العالم. هذا صحيح، ولكن لا يجب أن نكون متأخرين في هذا المجال. لا يجب أن نتبع الأنظمة العالمية، ولكن يجب أن نراقبها، وربما يجب أن نؤقلمها لاحتياجاتنا.
لقد تحدث رشيد وزير المالية المصري، قال لا يوجد مقاس واحد للجميع، قد يفيدنا ما يتم تطويره في لندن، ولكن لا نريد أن نكون متأخرين، ولكن قد لا يناسبنا كل ما ينتج في الخارج. إذا كنتم تريدون وضع معايير إقليمية هذا جيد. سأعطيكم مثالا، قمنا بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة العربية جافتا أو منطقة التجارة الحرة العربية، وذلك في عام 52، وتم تطبيقها في الواحد من كانون الثاني عام 2005. أعتقد أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي تاريخها عام 58، وانظروا إلى أين وصلت أوروبا الآن وأين نحن الآن. إذن أن نقوم بمشاريع عربية أمر صعب ولكنه ليس مستحيل. الجهات التنظيمية في المنطقة يحتاجون إلى التواصل مع بعضهم البعض بوتيرة أكبر، أن يتحدثوا مع بعضهم البعض ويتفهموا بعضهم البعض بعضهم البعض، وبشكل خاص بالنسبة للمؤسسات المالية النشطة في هذه المنطقة، وهناك العديد منهم. حتى هذا اليوم اكتفوا بمذكرات تفاهم وتشارك المعلومات. أعتقد أن هذا النظام يجب أن يتغير، يجب أن يكون هناك نظام متقدم لرصد المؤسسات المالية العربية وشركات التأمين التي تعمل عبر الدول العربية. إذا جاز لي أن أستعمل كلمة دور الأخ الأكبر، الدولة الآن قالت نحن تراجعنا قبل سنوات، وذلك من أجل مصلحة الابتكار ولبناء سوق مالي وهياكل مالية جديدة. الآن علينا أن نلعب دورا أكبر، على الدولة والحكومة أن تتدخل لتقوم بالضبط والتنظيم بشكل أكبر. هل هناك مخاطر تكمن في ذلك؟ نعم هناك خطر في ذلك، ولكن يجب أن نقول أن قضية الأطر التنظيمية لن تحل المشاكل، لأن هناك من سيتمكن من التلاعب بالسوق بسبب الجشع. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الكل يشير إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أنها تخضع لأطر تنظيمية صارمة، وطبعا بشكل صارم أكثر بعد انهيار إنرون، مثلا شركات مثل إنرون وغيرها. وفي المملكة المتحدة كانت وجهة نظرنا أن هذا ميزة لنا، لأن المملكة المتحدة فيها نظام أو إطار تنظيمي غير صارم نسبيا. المشكلة الوحيدة من حيث الفارق ما بيننا هو أنها في نهاية المطاف فشل النظامين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المملكة المتحدة. أسباب فشلهم عديدة، غياب التعاون ما بين الجهات التنظيمية المختلفة. مثلا في المملكة المتحدة انهار بنك وكان هناك ثلاثة جهات تنظيمية مختلفة، ولم يتمكن أي منها من إشراك الآخرين بالمعلومات، مع أن بالرغم من أنه قد تم وضع نظام جديد بعد الأزمة التي مررنا بها قبل 20 سنة، كساد التسعينات. إذن لم يتمكنوا من تحديد المشاكل والتعامل معها ومعالجتها بفعالية. كان هناك تركيز كبير على الشكل دون المضمون. في هذه المنطقة في قطر قامت السلطات القطرية بحكمة بوضع على الرف فكرة وضع إطار تنظيمي موحد. إن التشبيه مع الأرنب والسلحفاة مناسب بالنسبة للمملكة المتحدة، لأننا كنا نركض دون أن تلمس أقدامنا الأرض. لا يوجد أي دولة لديها الإجابات الصحيحة. نأمل أن دولا مثل قطر سوف تتعلم من هذه الدروس وتسير قدما بشكل محافظ، وبحيث لا تترك تبريرا أو حجة للحكومة للتدخل. ففي النهاية نتحدث عن ثقافة داخلية في أي مجتمع أو في أي بيئة للأعمال.
وهناك موضوع في الولايات المتحدة الأمريكية ألا وهو أن نتحدث عن موضوع المشتقات وكيفية تنظيمها، فكيف يمكن أن ننظم المصارف وبعد ذلك لا يكون هناك تنظيم للمشتقات التي تهدف لتحقيق ربح سريع وليس ربح في المدى الطويل؟ هل تعتقد يا سيد سايمون أن هذا الموضوع كبير، أي نوقف الابتكار ولكن في نفس الوقت نهتم بالتنظيمات والأنظمة في حين أن الذين اخترعوهم لا يدركون ما هي أبعادها في المدى الطويل؟ يسعدني أن أعرف أن هذه المسألة تثير الكثير من الجدل أو تثير التفكير. إن المنطقة فيها عدة مناطق فرعية، هناك مجلس التعاون الخليجي مثلا، ويبدو لي أن هذا المجلس هو فيه الجهة التنظيمية الوحيدة التي تعبر الحدود، وذلك من خلال اتفاق الاقتصادي الذي عقد في 2002، مما يعترف بحقوق الملكية والحقوق والاتحاد الجمركي أيضا. وبالتالي هناك عدد من الاتفاقات الثنائية والاتفاقات في القطاع المالي، وهذه ليست عبارة عن قانون بل اتفاقات، وبالتالي فإن الأنظمة منذ البداية قليلة. وأضف إلى ذلك أنه لا يوجد جهة ناظمة دولية كبرى، هذا يعني أنه ما من داع أو ما من حاجة لوجود أنظمة أكثر عابرة للحدود في المنطقة على الأقل في الوقت الحالي، مع استثناءان أو استثناءين سوف أذكرهما فيما بعد. لا لأن المسألة صعبة فقط، بل لأن هناك توليفة فيما بين النظم القانونية المعمول بها في المنطقة، وهي يانعة بعض الشيء. أعتقد أن السيد شريف تحدث عن اتفاقية روما لعام 1958، وانظروا ما حدث بعد عدة سنوات أو 50 سنة. حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هناك تنظيمات للمناطق للأمور العابرة للحدود، ولكن دون أن يكون هناك جهة ناظمة كبرى باستثناء موضوع الاحتكار. إذن هناك ضرورة للتمهل كي تستطيع هذه الأنظمة أن تتطور قبل أن تبدأ الحكومات باعتمادها أساس عابر للحدود، ربما أنها جزء من التطور الاقتصادي والسياسي في المنطقة، وهذا رأيي الشخصي، وربما هذا سيثير بعض الاستفزاز. أن أفضل أن يكون هناك تنافس فيما بين الاقتصادات في الشرق الأوسط من حيث الأنظمة أو القواعد التنظيمية، لأن أفضل طريقة لرفع المستوى من الناحية التنظيمية من ناحية الحوكمة بيحتاج إلى منافسة، فبالتالي المنطقة لن تستطيع أن تبلغ هذا المستوى الراقي الذي تحدثت عنه عندما نبدأ بالحديث عن التنظيم المفرط في الوقت الحالي. بالنسبة للقطاع المالي، الكثير من عملائنا يرغبون في الحصول على جواز لمجلس التعاون من أجل تسويق الخدمات والسلع المالية، بحيث يمكن إنتاجها في إحدى البلدان وتسويقها في بلد آخر، وهذا يحتاج إلى إطار اتفاقي ثنائي أو متعدد الأطراف، وأن يترافق مع عدد من المبادئ كما هو الحال في أوروبا. هل الأسواق ناضجة لتحقيق ذلك؟ هل هناك القدرة تحقيق ذلك في السنة أو سنتين القادمتين؟ أعتقد أن المبادئ الأساسية هي المهمة، الواجب أن نطورها بحيث تشعر جهات مانحة بأن المعايير المشتركة مقبولة. وهناك جانب مهم آخر وهو الاستثمار الأجنبي المباشر، ما من مجال لتحسين الحكومة في الشركات ما لم نعنى بجانب الاستثمار الأجنبي المباشر. القاعدة الحالية هي 49:51، أو أن هناك قائمة بالمحظورات أو مناهج أخرى.
لا أعتقد أن المستثمرين الدوليين سوف ينظرون إلى هذه المنطقة على اعتبار أنها منطقة بدلا من على اعتبار أنها بلدان فرادة، إلى أن يكون هناك نهج مشترك، وهذا يفترض تطور الجهات اللاعبة والأطراف الإقليمية وليس فقط البلدان. العريف، هل هناك رغبة في استثمار يأتي من السعودية ويقول أنه لابد من أن تديره قطر أو دبي مثلا؟ أنت تتحدث عن موضوع له علاقة بالجهة الناظمة، أنا أتحدث عن التشريعات والأنظمة نفسها. من وجهة نظر الجهة الناظمة ففي الاتحاد الأوروبي هناك مثلا هناك مواجهة الاحتكار فقط، أما بالنسبة للأنظمة فهناك عديد من الأنظمة التي طبقت على الصعيد الوطني والسلطات الوطنية تنظمها بشكل مختلف. وأكرر القول، هذه المسألة تختلف تماما عن وجود جهة ناظمة مثلا قطرية تكون هي معنية بالاستثمارات العابرة للحدود والأتية من سعودية مثلا. ناصر، هناك اختلاف بسيط ولكنه مهم، قد يكون هناك تعاون فيما بين السلطات التنظيمية على أساس تفهم لاعتراف المنتجات العابرة الحدود والمؤسسات كذلك، ويمكن أن نترك الإنفاذ على المستوى القطري أو الوطني. إذن يكون هناك استقلال على صعيد البلدي، ولكن عفوا على صعيد البلدان نفسها أو الصعيد القطري، ولكن يكون الأنظمة تكون مشتركة. بالنسبة لهذا الموضوع فهو في الأجل القصير، حتى بالنسبة لمؤسسة مثل مؤسسة المركز المالي لدبي فإننا نهتم بأحداث التغيير في الأجل القصير، ولكن الغاية في الأجل الطويل أن يكون هناك إطار من الأنظمة المتناغمة داخل مجلس التشريع للاستفادة من الفرص المتاحة هنا من الناحية الديموغرافية والمنتجات والأسهم والأصول وإمكانية المساهمة في الاقتصاد العالمي. نحن نتوقع مثلا لو أخذنا السوق المشترك أو فإن التناغم أو سوق هذا المنطقة يمكن أن تصبح أكبر، خامس أكبر اقتصاد في العالم لو استطعنا أن ننشئ المؤسسات اللازمة لتحقيق ذلك. المسألة ليست مسألة جهة ناظمة أو أنظمة فقط، الاتحاد النقدي أيضا خطوة أساسية للتوجه بذلك الاتجاه، ولكن هناك خطوات أخرى ضرورية مثل مذكرات تفاهم ثنائية أو متعددة الجنسية لموضوع الجنسية أو المرور والعبور، كذلك تبادل للخبرات والمهارات داخل دول مجلس التعاون لتشجيع المؤسسات على أن تصبح جهات فاعلة أساسية في الصعيد الدولي. السيد جون، نعود إلى عام 98 عندما كنت أزور أثينا، كان هناك ثقافة بدأ الجميع يتحدث عنها وهو توسيع الاستثمارات بحيث تصل إلى كافة طبقات من صغار المستثمرين أيضا، وكانوا حتى ينظرون بالمنظار للنظر إلى المسألة وكأن هناك مراهنة على الخيول. ولكن لو نظرنا إلى الإقليم، إلى هذا الإقليم على السنوات الأربع الماضية، نرى أن نفس الاهتمام سادة بالنسبة للأسواق البورصات العالمية. كان هناك كثير من التداول من الداخل ومضاربات يومية، وعندما انهارت الأسواق كان هناك نسبة تخلف تصل إلى 65 حتى 80% من ضرورة التصويب. وجون يستطيع أن يجيب على هذا الموضوع من الخارج وبعد ذلك من الداخل، كيف يمكن أن نتحدث عن مثل هذه الثقافة لانفتاح الأسواق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين؟ هل يمكن أن نتصدى لمثل هذه المسألة؟ هل يمكن أن ننظمها أو ينبغي أن نتركها دون تنظيم؟ من الصعب أن ننظم التصرف أو سلوك في هذا المجال.
عندما نتحدث عن سلوك يتحول إلى ظاهرة اقتصادية مهمة كما حدث في السنوات القليلة الماضية، هنا يمكن أن يكون هناك احتمال لزيادة الرقابة والإشراف على الصعيد الاقتصاد العالمي الكلي لترصد لإمكانية وقوع أزمة إذا كان هناك مثلا فورة اقتصادية أو فقاعة اقتصادية تنمو في مكان على حساب الأماكن الأخرى، وبالتالي يمكن التفكير في التدابير ممكن اتخاذها لتخفيف من أثر السلبي لمثل هذه الفقاعة الاقتصادية عندما تفقع وتؤثر على الاقتصادات الأخرى. هذا طبعا عندما يكون لدينا مجموعة العشرين وتحاول تقوم بمناقشات لتنسيق جهود مقاومة الأخطار على الأزمة. ماذا عن التداول من الداخل على أساس المعلومات من الداخل؟ كيف يمكن أن نتصدى لهذا الجانب؟ البروفيسور، أنا شاهدت مثلا عن التداول من الداخل على أساس المعلومات من الداخل في صفقة بيع حصلت في بداية السنة. هذه أنشطة تجري في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والمسألة هي اكتشافها. ما نحتاج إليه في منطقة مجلس التعاون والشرق الأوسط أن يكون هناك بحث وتقصي مسؤول في إمكانية حصول هذه الأمور. فطبعا الدافع هو جني الربح السريع الذي يؤدي إلى حالات مثل هذه الحالات وتراكم للأرباح المجنية بسرعة، وهذا يؤثر على المستثمرين الأجانب. لو تحدثنا عن موضوع تطوير المؤسسات وهياكلها مما يمكن من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك من زيادة المواطنين والناس العاديين، هذا يتطلب التوعية والمعرفة بجانب المخاطر الذي لا نركز عليه بما فيه الكفاية. السيد جون، بالنسبة إلى مدى ملائمة وسلامة الشركات للتعامل مع بيئة فيها مزيد من الأنظمة في المستقبل، هل هذه الشركات ملائمة وسليمة؟ هل تستطيع أن تتعامل مع شركات أخرى لتضع الشروط الملائمة للعمل مع شركات أخرى في المنطقة للدخول في إطار تنظيمي جديد؟ ما المقصود؟ أقصد بذلك مثلا تدريب الخبرات اللازمة، توظيف الخبرات اللازمة والتدريب. ناصر يستطيع أن يتحدث عن تصميم شكل معين أو نموذج معين، ولكن لو يكن هناك الموظفين المثقفين أو العارفين بهذا الموضوع لا يمكن أن ينفذ هذا النموذج. من وجهة نظر تنظيمية فإن الشروط والمتطلبات موجودة. لو ذهبنا إلى السعودية مثلا، المملكة العربية السعودية، ولن أتحدث عن مركز دبي المالي في الوقت الحالي، ولكن لو ذهبنا إلى السعودية لا رأينا أن هناك أنظمة قد أعدت بشكل ملفت للنظر على مدى السنوات الثلاث الماضية. وكانت هناك قاعدة ذهب مثلا من المملكة المتحدة، الموضوع له علاقة بالامتثال والإنفاذ. الامتثال والإنفاذ مسألة أوسنواني لا يفترقان، والمسألة لها علاقة بخبرة الناس في موضوع الامتثال من الداخل والإنفاذ من خارج السلسلة، لأن مستوى التنظيم لابد من رفعه في المنطقة. هذا لا يعني أن الناس ليسوا أذكياء ما في الكفاية، بل لا يملكوا الخبرة الكافية. في المملكة العربية السعودية مثلا تجربتي أن الخبرة فيها أكبر، نتيجة لأن هناك مراحل متقدمة بالنسبة للمبادلات المالية، ويعرفون أنهم يخسرون أكثر من غيرهم نتيجة لحجم السوق إذا وقع هناك خطأ. وبالتالي نعود إلى موضوع التوعية نفسه والتعليم الذي تحدثنا عنه في السنوات في اليومين الأخيرين. لابد من تدريب الناس. أما بالنسبة لمركز دبي المالي، ناصر سوف يكرهني لما سأذكره هذا المركز. لا لن أكرهك يقول ناصر.
انتظر حتى ينهي جملته لتقرر. بالنسبة للمركز، ما تم تطويره من مركز في ما تم تطويره في مركز دبي المالي ممتاز وملفت للنظر، ولكن لو نظرنا إلى الجانب المالي نرى أن السعودية لديها قانون الشريعة الذي يؤثر على كافة القوانين، وبعد ذلك ننتقل إلى المملكة البحرين والإمارات ونرى أن هناك قوانين تجارية تتأثر بالقوانين التشريعات الإسلامية، والكويت تقول أن الشريعة لا تنطبق على القانون المدني. وننتقل إلى بلد آخر وكأنه مركز الأوفشور، ونقصد بذلك مركز دبي المالي، فإن السعودية تعتبر أن مركز دبي المالي هو قطعة من إنجلترا، فيه قوانين وقضاة ومحاكمين ومحاكمات من المملكة المتحدة، وبالتالي هناك شروط ممتازة فيما يتعلق بالحوكمة، ولكن بالنسبة لمحاكم دبي كيف يمكن أن تطبق هذه القواعد في الواقع؟ لو استطعنا أن نطبق المسألة بشكل ممتاز يمكن أن تذهب إلى محكمة في دبي لتحصل على مصادقتها، وبموجب اتفاقية رياض يمكن أن تذهب إلى أي بلد وقع على هذه الاتفاقية، وأعتقد أنها 14 أو 15 بلد في الشرق الأوسط إنفاذ الحكم بشكل تلقائي، ولكن هذه المسألة لم يتم اختبارها. إذن علينا أن نعتبر أن مركز دبي ومركز قطر الماليين مختلفين. ناصر، فيما يتعلق بمركز دبي المالي كما قلت فإنه طريقة لإحداث التغيير في المنطقة، فكما قامت دبي بهذا الأمر على مدى السنوات العشرين الماضية، فهذا المركز بالتحديد هو تطور لما قامت به دبي من منهجية للريادة في المنطقة. بالنسبة للقانون، للإطار القانوني القائم على الكومن لو، القانون السوابق، وهذا يشجع التجمعات نتيجة لما وضعه هذا المركز من البنى التحتية، أقول إنه كان ناجحا، وهذا لأول مرة في المنطقة. بالنسبة لإنفاذ القوانين التي ينص عليها المركز، أن المحاكم المفروض أن تطبق هذه القوانين هي محاكم دبي، وبالتالي سواء صدر هذا الأحكام من رئيس القضاة أو المدعين العامين الذي يأتي من سنغافورة أو مناطق أخرى من العالم، فإن هذه الأحكام تطبق مباشرة وبسرعة من قبل السلطات في دبي، أي أن أي هيئة تقر بأن دبي هي البلد الذي يسود حكم فيه، فإن قانون المركز المالي هو الذي يسود تشيكوسلوفاكيا وكندا مثلا، يكون فيها أوامر تم إنفاذها بناء على أوامر صدرت من محاكم في دبي وتم إنفاذها في تلك البلدان. إذن ما من شك في بالي فيما يتعلق بإنفاذ وإمكانية تطبيق الأحكام التي تصدر من سلطات دبي القضائية وفقا لقانون مركز دبي المالي، ولكن بعد ذلك لابد فعلا من التنسيق فيما بين القواعد والنظم القانونية المعمول بها في المنطقة، فلا يمكن أن نقول بأنها مختلفة وبالتالي سوف تظل مختلفة، لا، نقول أنها مختلفة ولابد من تنسيق فيما بينها، وأن نعمل بهذا الاتجاه، وأن نبتعد عن الاتفاقات الفلسفية التي تقول منطقة عربية كبرى أو منطقة إسلامية كبرى إلى آخره من شعارات. في رأيي، مع كل الاحترام لهذه الآراء، أعتقد أن التقدم الحقيقي يحرز عندما يكون هناك حل لقضايا ملموسة من خلال التعاون، سواء كان ذلك باعتراف عبر الحدود لإنفاذ العقود مثلا بين دبي ورياض وما إلى غير ذلك من أمثلة. هناك فعلا أمثلة عن مذكرة تفاهم ثنائية مع ماليزيا للمنتجات الإسلامية والمنتجات المماثلة للشريعة، هذه نماذج لابد من أن نعنى بها لأنها
تمثل فرص ذهبية. نحن نتحدث عن الشمال شرق شرق والجنوب جنوب. أعتقد أن الوضع الآن غير مسبوق في التاريخ. قبل 20 أو 30 سنة لم نكن نتخيل أن يحصل ذلك. كما كنا لم نتصور أن المؤسسات المالية سوف تنهار وأن المؤسسات الصينية سوف تكون هي أكبر المؤسسات الخمس في العالم، أو أن دولة قطر سوف تكون مقرض صافي للولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعيش الآن في حالة تغير فيها العالم تماما، والمهم هو أن نفكر في كيفية دعم هذه المؤسسات أو بالأحرى الشركات الآتية من هذه المناطق لنضمن أن يستمر هذا التوجه ويظل على قيد الحياة، لأن هناك كثير من النماذج لا تكون على أساس العلاقات فيما بين بلدان الشرق أو فيما بين بلدان الجنوب، بل فيما بين بلدان الشمال والبلدان التابعة لمؤسسات بريتن وودز. إذن السؤال هو هل نتبع نهج المجموعة الثمانية التي أصبحت تعنى أو التي دخلت فيها عناصر جديدة وأثرت عليها وبالتالي لم يمكن أن، وما هي هذه المؤسسات التي دخلت فيها؟ ما هي تلك، عفوا، تلك المؤسسات ممكن أن تنشأ في المنطقة، ممكن أن تتعاون مع الإف إس بي كما تحدث عنه سيد جون؟ ما رأيكم؟ إننا نتحدث الآن عن هذا السؤال وأحاول أن أجاوب عنه. هل سيكون البنوك المركزية هي التي ستساعدنا أم سيكون هناك هيئة وطنية؟ طبعا هناك المصارف المركزية وهناك صندوق النقد العربي التي يجب أن تكون الجهة الرئيسة لهذا الموضوع، ولكن صندوق النقد العربي ربما ليس جاهزا. لا أعتقد أننا بحاجة إلى المؤسسات القديمة والتقليدية، فالأزمة لا يمكن أن تحل بنفس العقلية التي سببتها. بالتالي النظر إلى أدوات، إذا قلنا أن صندوق النقد العربي هو الذي سيعطينا أدوات الإنذار المبكر سأستغرب. نحتاج إلى طريقة جديدة في التفكير ومحاولة إعادة خلق مؤسسات تقليدية تأسست لهدف لا معنى له في عالمنا اليوم، هذا لن يكون مفيدا. أعتقد أننا يمكن أن نستخدم هذه أو نستدخل طريقة التفكير الجديدة في هذه المؤسسات القديمة. أما تشكيل مؤسسات جديدة قد لا يكون مناسبا في هذه المرحلة. ولكن سأعود إلى أمر قاله السيد قريشي، الجشع. جزء من الأزمة كان سببها الجشع، لم يكن غياب الأطر التنظيمية أو الجهات التنظيمية أو الجهات المنظمة، ولكن المشكلة هي القيم الأخلاقية. كيف يمكن تنظيم ذلك؟ هذا تحدي صعب ومشكلة صعبة. ونعود إلى القضايا السلوكية التي تحدث جون عنها، من الصعب تنظيم مثل هذه الأمور. لقد سجلت بعض الملاحظات، إذا سمحت لي أن أقاطعك. فمثلا المنتجات المبنية على أساس الشريعة، ربما يجب أن نعيد اختراع هذه المنتجات. كان هناك منافسة جيدة مثلا في ماليزيا وفي المملكة المتحدة تطوير مثل هذه المنتجات. نفس الأمر ينطبق على قطر. لا نريد أن نبالغ في تنظيم منتج جديد. أنت تبتسم ناصر، والبروفيسور قريشي هل تريد أن تعلق؟ أتفق معك بخصوص منطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، فإن الوضع الحالي يشكل فرصة هائلة. مثال اتفاقية روما قد يكون مناسبا. فاتفاقية روما تم توقيع عليها في عام 57، المملكة المتحدة لم توقع عليها حتى عام 72 بعد ركود كبير، حين كانت هناك مصلحة خاصة لدى المملكة المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية. وهذا كان الدافع أيضا للعديد من الدول أوروبا الشرقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. إذن حين يكون هناك مصلحة خاصة لدى كل دولة فهذا سيشجعه على الانضمام، ولكن يجب أن يأخذ أحد المبادرة ويبدأ بخلق هذا الزخم. التمويل الإسلامي يتم الحديث عنه على أنه الحل السحري الذي سيقدم المضاد الحيوي للجشع. أنا لست خبيرا في مجال التمويل الإسلامي، ولكن يجب أن نفحص هذا الموضوع. هناك الكثير من الإبهام الذي يغطي هذا الموضوع، فهناك من ينتقدونه أيضا. المشكلة التالية إذا كنا ننظر إلى الأفق هي مرتبطة بالتمويل الإسلامي.
لأنه من حيث التنظيم لا يوجد تنظيم له، لا يوجد جهات ناظمة. هناك الكثير من الأعمال المرتبطة به، ولكن ما زلت بانتظار أن أرى فيما إذا كان بالإمكان فتح الكثير من الأدوات المالية المستخدمة فيه. اسمح لي أن أوضح هذه النقطة، أنا أتفق معك، لا أعتقد أنه حل سحري، وهناك الكثير من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها في صناعة التمويل الإسلامي. ما هي الأطر التنظيمية؟ هل يمكن تنظيم مثل هذه الأعمال؟ هناك الكثير من الابتكار في هذه الصناعة، ما زالت جديدة، وهناك الكثير من الابتكار، بينما في السابق كانت التمويل الإسلامي مستحيلا، يعتبر مستحيلا، ولكن الآن هو ممكن ببعض الابتكارات. البعض كان يعتقد أن التحوط مستحيل، إذ لا تستطيع أن تبيع ما لا تملكه حسب الشريعة، وهذا جزء أساسي من مبادئ الشريعة. الآن تستطيع أن تقوم بذلك من خلال بنك باركليز والشريعة كابيتال. هناك صناديق للتحوط مطابقة للشريعة، إذن يمكن لهذه المنتجات أن تلحق بركب المنتجات المالية الأخرى. إذن لن تكون هي حبة الدواء السحرية التي ستحل كل المشاكل، ولكن هناك بعض المبادئ المفيدة في التمويل الإسلامي، مثلا تجنب اللبس في التعاملات المالية، وهذا الدرس ربما علينا أن نتعلمه من التمويل الإسلامي، يجب أن نكون حذرين في التعامل معه، ولكن في نفس الوقت دعونا ننظر إليه على أنه فرصة جديدة لنا للتعلم، وبديلا طريقة بديلة للقيام بتعاملاتنا. حين نتحدث وفي هذه الجلسة يمكن أن نقول بأننا حين نركز على البنية التحتية في المنطقة وعلى الأطر التنظيمية ستساعدنا على المضي قدما. سأؤكد على النقطة التي قالها ناصر وأتفق معه، أن غياب الشفافية في بعض المنتجات المبتكرة كان جزءا أساسيا من المشكلة. كان هناك انتقاد كبير لقوانين التوريق وقضية الإنتاج من أجل التوزيع، ونموذج التوزيع، الإنتاج من أجل التوزيع موجود منذ وقت طويل. فمثلا هناك السكوك الشركات ولم تسبب نفس المشاكل، وهي قائمة منذ فترة طويلة، ولكنها تتحلى بالشفافية، هي مخاطر تتحلى بالشفافية، والمخاطر يتم قياسها بشكل جيد. تستطيع أن ترى الميزانية للمستثمر، الميزانية العمومية للمستثمر، ولكن ابتكار الإنتاج هذه الأدوات للتوزيع كان مبتكرا، ولكن لغياب الشفافية ولعدم تنظيم هذه الأعمال وصلت إلى مرحلة لم يعد بالإمكان الإشراف عليها وتنظيمها. لا أعتقد أننا يجب أن نقضي على الابتكار بحد ذاته، ولكن هناك بعض أنواع الابتكارات التي ظهرت والتي حطمت النظام بأكمله. كان هناك إشارة إلى أن مسارنا للمستقبل مرتبط بما قالته مجموعة العشرين، قمة العشرين في بيانها، وهذا يسبب لي القلق لأننا لا نعرف النتائج. النقطة 13 وهي تقوية الأطر التنظيمية المالية، سوف نتخذ خطوات لبناء إطار تنظيمي عالمي من أجل مستقبل القطاع المالي. هل تعتقدون أن هذا ممكن؟ تفضل تفضل، هل لنا أن نعطي ميكروفون؟ كان هناك تحول جوهري بعد قمة لندن بأن المجموعة الثمانية انهارت، تشكيل لجنة بازل، كان هناك وعد بأن يكون هناك 13 مصرف مركزي أوروبي وأربعة أمريكيين وبنك المركزي الياباني، هذا تغير، فسيتم دعوة آخرين. تكوين منتدى الخدمات المالية أيضا، لقد تحولت قرارات مجموعة الثمانية والأسواق الناشئة الأساسية لا يوجد لديها مكان. إذن
الأيام التي كان من الممكن لمجموعة الثمانية أن تتخذ قراراتها نيابة عن العالم انتهت، ولكن ما يسبب لي القلق ليس رد فعل آسيا بهذا الخصوص بهذه الهيكلية والتصميم الجديد، لأن هذا تصميم جديد، إن الأطر التنظيمية الجديدة ما بعد عام 2009 ستكون مختلفة عن السابق، وقدرة هذه المنطقة على التفاعل، وهذه المنطقة ممثلة في مجموعة العشرين من قبل المملكة العربية السعودية وتركيا. إذن أين رد فعل الصين وهذه المنطقة، وكيف يمكن لتمثيل هذه المنطقة أن يضمن بأن الدافعية لوجود معايير دولية، قد لا يكون هناك معايير دولية، وربما يجب إعادة كتابة بازل اثنين على أساس تعاون دولي، ولكن ما يقلقني هو مشاركة هذه المنطقة في هذه العملية. هل لنا؟ أرجو منك أن تتوقف قليلا وللإجابة. إنها ملاحظة عادلة، نحن دائما سنكون تابعين مع كل احترام، وأرجو منكم أن لا تتوقعوا منا الكثير. هناك أنظمة مصرفية وأطر تنظيمية عمرها 10 سنوات أو 20 سنة، ولا نستطيع أن نتوقع أنها ستكون المبتكرة لتصميم النظام المالي العالمي الجديد. أعطونا فرصة، ولكن للمشاركة يجب أن يكون هناك تنسيق أفضل من قبل المنطقة مع الممثلين لنا، ألا وهما المملكة العربية السعودية والتركية. فقبل وصولهما إلى مجموعة العشرين لم يقوما بالتنسيق، لم يتم التنسيق أبدا على مستويات عديدة، وبخصوص أي أمر مرتبط بالأطر التنظيمية المالية. بالتالي يجب أن نقوم بنشاطنا هنا لكي يتمكن ممثلونا من تعبير عن رأينا، ولكن لا تتوقع منا أن نقود هذا التغيير. هل يمكن إعطاء ميكروفون آخر؟ أود أن أضيف شيئا بخصوص التمويل الإسلامي. أود أن أقدم تحذيرا بخصوص هذا التشبيه مع أوروبا أو المقارنة مع أوروبا. لا يوجد جهة تنظيمية واحدة أوروبية، هناك العشرات، هناك الكثير من الخبرات للتنظيم عبر أوروبا، وهناك خبرة أيضا عبر أوروبية لإطار تنظيمي واحد عبر أوروبا. هناك مثلا توجيهات بخصوص رأس المال للبنوك، ولكن لا أستطيع أن لا أتحدى هذه الإشارة إلى الحل السحري المرتبط بالتمويل الإسلامي، وقد شهدنا ذلك حين غضب بنك المركزي في إنجلترا من إيداعات المصارف الإسلامية في المملكة المتحدة. كان هناك العديد من الأشخاص الذين يحصلون على حماية، وإذا اعتقدتم أن الجهات التنظيمية لن تلاحظ ذلك ولن تتخذ إجراءات لمنع هذا النوع من تعويم الأنظمة، هذا لا أعتقد أنه ممكن. أتفق تماما، ولهذا السبب ركزت على بعض المنتجات المالية والخدماتية. بالنسبة لنظام جواز السفر الموحد في الاتحاد الأوروبي للمالي لم ينجح، بالتالي يجب أن يكون محصورا لتمكن سوق الخدمات المالية من السير قدما. حين تعيش في لندن تستيقظ في أحد الأيام وتجد أن المجلس المحلي كان لديه بين 6 إلى 15 مليون جنيه استرليني، وتحاول البنوك المختلفة أن تتنافس على هذه الأموال مقابل نسبة 2.3%. اسمي خالد وأنا من قطر. بخصوص الأزمة المالية التي مررنا بها وقضية الإصلاح، أنا أخالفكم الرأي. قال زميلي هنا أننا لا نستطيع أن نكون قياديين، نحن دائما
سنكون تابعين. أعتقد أن هذا خطأ ولا يعود فقط لقدراتنا ولكن لطبيعة اقتصادياتنا. في وقت ما في السنوات العشر الماضية بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وأنا أتحدث بالتحديد عن دول مجلس التعاون الخليجي، حاولوا أن يكونوا جزءا من الاقتصاد العالمي، فقاموا بتبني نظاما غربيا، نظاما إنجليزيا للجهات التنظيمية ولسياساتهم في الأسواق المالية. القضية التي تجاهلوها هي أن اقتصادياتنا ذات طبيعة مختلفة، فنحن لسنا بحاجة إلى نمو فوق 10% في اقتصادنا، إذ لا يوجد لدينا مشكلة بطالة مثلا. ولوجود النمو بهذه النسب فوق 10%، هذا يعني أن المؤسسات المالية كان عليها أن تتقبل مخاطر أكبر، وكان علينا أن نستدخل نظاما ماليا يقدم بعض المنتجات المرنة لجذب الاستثمارات. هذه الأمور سببت لنا مشاكل، وكان من السهل لنا أن نتجنب هذه الأمور في وقت سابق. إذن قمنا بتبني النظام الغربي، وما يخيفني هو أننا لا نتعلم من أخطائنا. حتى الآن لا أرى أي مبادرة لإصلاح الأطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي. الكل ينتظر الغرب ليضع نظاما جديدا ومن ثم لنتبناه. هذا يعني أننا لم نتعلم من أخطائنا لسوء الحظ. هذه قضية أساسية. هل لك أن تتوقف هنا؟ حافظ على ميكروفون، ولكن لنحصل على ملاحظات من المتحدثين. هل نرتكب نفس الأخطاء مرة أخرى بأننا سننتظر تبني أطرا أو تنظيمات جديدة في الغرب ثم نطبقها هنا؟ أوافق، لا حاجة لأن تكون هذه المنطقة تابعة دائما. حين ننظر إلى التنظيمات المالية، فالأسواق هي التي تقوم بتطوير هذه الأنظمة المالية لأنها كانت مقرات لرأس المال. نعرف أين رأس المال الآن ونعرف أين سيكون في المستقبل المنظور. لهذا لا يوجد سبب، إذا كان هناك معرفة كافية وهناك ثقة كافية، لا يوجد مانع لوجود ابتكار في هذه المنطقة. ولكن في المرحلة الانتقالية لا يبدو أن هناك خيار سوى النظر إلى الأسواق الثابتة المتقدمة وفحص ما هي المبادئ التي يمكن أن نستخدمها إذا كانت مناسبة لنا ومحاولة أقلمتها معنا. هذه في المرحلة الانتقالية، ولكن أعتقد أنه خلال 10 إلى 15 عاما ستكون هذه المنطقة مبدعة بالطريقة التي تطمحون إليها. هل كان لديك ملاحظة أخرى؟ نعم، للمتابعة. نحن كنا جزءا من تشكيل مركز قطر المالي، وقمنا بذلك لبناء المعرفة المنظمة لهذه المؤسسات، وقد تمكنا من اجتذاب هذه المعرفة والخبرات. الآن أنا الأوان لإعادة صياغة ولتطوير أطر تنظيمية جديدة مناسبة لأنظمتنا ومناسبة لاقتصادياتنا. القضية الثانية تتعلق ب الإدارة الرشيدة للشركات، سنعود إلى ذلك، ولكن كان لدى سايمون ملاحظة على سؤالك الأول. لا أعتقد أن هناك ضرر على هذه المنطقة إذا كانت ستنتظر، وسبب قولي ذلك أن هناك خطر كامن في أوروبا وفي الاقتصاديات المتقدمة بوجود ضغط سياسي كبير لأطر تنظيمية صارمة، وإذا تمادت في ذلك سيكون هناك فرصة لهذه المنطقة لجذب رأس المال ورأس المال البشري أيضا إلى هذه المنطقة إذا تجاوبت بطريقة ملائمة ومتكافئة. ناصر سيسعد بذلك، إذ هناك أكثر من 20 استفسار خلال الأسابيع 3 أو 4 الماضية من أطر أو شركات منظمة في لندن تسأل عن مركز دبي المالي العالمي. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن السوق لندن سيخضع لتنظيمات صارمة. هذا هو صندوق تحوطي وأصول خاصة. وبالنسبة للمملكة العربية بشكل تحديد، من المهم أن تكون صوت للمنطقة في مجموعة 20. بالتالي لا ضرر من الانتظار في هذه اللحظة،
انتظار ما يحدث، لأن القضايا التي تواجهها هذه المنطقة مختلفة، ربما ليس إلى حد كبير ولكن مختلفة عن القضايا التي تواجهها أوروبا والعالم المتقدم. أنا أوافق مع ما قاله السيد هنا، يجب أن يكون هناك نظما مناسبة ملحوظة سريعة بخصوص الصوت الذي تريد أن تعبر عنه هذه المنطقة. يجب أن يكون لديها صوت في هذه الجولة من النقاشات. اليوم تحدثنا عن هذا الصوت على أنه يضع شكلا للتنظيمات الجديدة التي سيتم أقلمتها مع المنطقة، ولكن هناك اعتماد متبادل ما بين هذه المنطقة وبقية العالم، وبالتالي من مصلحة هذه المنطقة أن يكون لها تنظيمات صارمة ومتينة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب مختلفة. يجب أن يكون لديها صوت قوي. أنا معجب بتفاؤل السيد من قطر، ولكن أؤكد لك وللأسف بأن مساهمتنا في النظام المالي الجديد، إذا ما استطعنا أن نسميه بنظام مالي جديد، سوف تكون قليلة. لماذا تقول ذلك يا سيد العريف؟ السيد شريف، هذا بناء على تجربتنا السابقة، فإن مساهمتنا في الصعيد الدولي خاصة في مجال الأطر التنظيمية أو الجهات الناظرة كان قليلا. نحن هنا في المنتدى لدينا شعور بأن ما حدث في العالم لا يخصنا في منطقة الشرق الأوسط، هما من داع لمراجعة الأنظمة لدينا. لا أتفق مع ما قالها البروفيسور قريشي من حيث أن هناك سوف يكون هناك إفراط في التنظيم. لا، أنا أقول هناك قلة في التنظيم، لأنني عملت مع الحكومة لفترة في سنوات الثلاث الأخيرة، وبالتالي أقول أن هناك نقص في الأنظمة والجهات الناظمة. في الأردن هناك جهات ناظمة ثلاثة أو أربعة للتأمين والبنك المركزي ومراقب الشركات واللجنة المسؤولة عن البورصة إلى آخره، وهناك تزاوج أو تداخل فيما بين هذه الجهات الناظمة أو التنظيمية الأربع أو الخمس، وبالتالي أنا متأكد من وجود نفس هذه المشكلة في بلدان أخرى، ويجب أن يكون هناك نظام أو جهة إطار تنظيمي يعمل على كل الوظائف والمجالات. العريف، السؤال للبروفيسور قريشي، جولة أوروغواي الأخيرة هي التي أدت إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية وكل الاتفاقات التي عقدت أو صفقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، كان فيها صفقات، الصفقات هذه تفرض على باقي البلدان. سيد شريف، أنا أتحدث عن تجربتي مع منظمة التجارة العالمية مع 150 بلدا، أعتقد أن السعودية كانت هي البلد 150. إن مشاركة البلدان العربية في مفاوضات الغرفة الخضراء ومفاوضات دولية كانت قليلة باستثناء مصر، ولو كان معنا المعالي الوزير رشيد رشيد لكان أخبرنا أكثر من هذا. فباستثناء مصر لم نكن نحن متواجدين أصلا، وبناء على تلك التجربة أقول أن مساهمتنا في النظام المالي الجديد أو في النظام أو الإطار التنظيمي الجديد سوف يكون قليلا جدا. دعونا نكون صادقين مع نفسنا، ربما بعد 10 سنوات أو 20 سنة سوف يكون لدينا الخبرة الكافية والمهارات اللازمة التي يأمل الزميل أو الشخص من قطر أن نحققها. طبعا أنا لا أحاول أن أكون سلبي هنا، لا تفكر بأنني سلبيا، أنا فقط واقعي. البروفيسور قريشي، وبعد ذلك نوزع الميكروفون على آخرين. البروفيسور، أنا لا أقول أنني ضد الأنظمة، أنا أقول يجب أن تكون الأنظمة ذكية وديناميكية، لا أن هناك أنشطة ذكية في الأنظمة ذكية في المملكة المتحدة ولكنها ليست ديناميكية، والبنك الأكبر في المملكة المتحدة انهار، ولأول مرة منذ قرن الناس تصطف لسحب أموالها. إذن النقطة التي ذكرت حتى الآن مهمة من حيث نقل الدراية والمعلومات. ربما أنا أكثر تفاؤلا من السيد شريف فيما يتعلق بالجيل الشاب وليس الكهول، وأنا طبعا لست من الشباب، ولكن أقول أن الشباب بدأ يفهمون بشكل نشط أكثر المعارف والدراية بشكل مختلف.
ففي نهاية العام الماضي كان هناك زيارة من رؤساء زعماء دول تأثروا من الأزمة الاقتصادية وجلسوا وتحدثوا وشاركوا في محادثات، وربما أن الهدف منها هو ضخ رؤوس الأموال بشكل أكبر، ولكن أقول أن نتيجة ذلك أيضا أن التدابير كانت أكثر دراسة. وفيما تحدثت عن مركز قطر المالي، هناك معهد أو كلية للتعليم ومؤسسات تربوية وتعليمية ممتازة كما هو الحال في أبو ظبي ودبي. نحن لا نتحدث عن 10 سنوات، متى بدأ حصلت الأزمة المالية السابقة؟ قبل 20 سنة، وبعد 20 سنة ربما ستحصل أزمة ثانية، وأن ذاك سيكون هناك متخصصون في المصارف أكثر من الآن. انظروا إلى هيكل الجافتا، الاتفاقية السوق العربية المشتركة، 50 عاما يقول السيد شريف، أعرف الحفلة، لكن كما قلت أن هذا الاتفاق أو هذه المؤسسة لم تبلغ قوتها الكاملة حتى الآن، أمامها مجال. هل ينبغي أن نسرع العملية بحيث يمكن لأصوات التي تكون تتحدث حول مائدة واحدة أكثر تناغما بحيث يكون السوق أكثر تنسيقا؟ لا أرى هذا الأمر قد وقع. هل من شخص يود أن يجيب عن هذا السؤال؟ حضرتك كنت مشتركا في المفاوضات المتعلقة بتجارة سيد شريف. إن هذه الاتفاقية ناجحة، 7% من التجارة فيما بين أو من إجمالي التجارة في المنطقة العربية هو فيما بين البلدان، وقد ارتفع هذا الرقم إلى 22 أو يرتفع إلى 22% لو استثنينا النفط، وبالتالي التجارة فيما بين البلدان زادت. 40% من الصادرات من الأردن موجهة إلى البلدان السوق العربية المشتركة، و40% من وارداتنا تأتي من هذه البلدان. إذا زادت التجارة، ولكن بعد 50 عاما من المفاوضات لم نتفق حتى الآن على أمور أساسية مثل قواعد المنشأ، هذا أمر مهم جدا بالنسبة للتجارة في السلع. إذن هناك بعض الفجوات. لا أود أن أكون فعلا متشائما في هذه المجموعة، كل ما أقصد هو أن أقول إن الأمور في تحسن صحيح، وهذا الحال حال العالم. عارف الحفلة، سؤال من إحدى المشاركات. لو عدنا، أنا ريما من الجامعة الأمريكية اللبنانية في لبنان، عندما أنظر إلى كل هذه الأمور من حيث ما حدث من مشاكل مالية، فإن المؤسسات المالية المسؤولة عن الفوضى التي نحن فيها تلقي اللوم على الجهات الناظمة. وسوف أتحدث عن مخاطر المنظومة الاقتصادية التي أدت إلى الأزمة المالية. كانت كل المؤسسات تتحوط للمخاطر، ولكنها كانت تنسى الترابط، وكانت تسير كلها بنفس الاتجاه. وعندما تسير كل المؤسسات بنفس الاتجاه، فإن النظام أو المنظومة سوف تنهار بشكل أو بآخر. وبالتالي فإن الجهات الناظمة هي كانت تلعب دورا أساسيا في هذا الخطر المرتبط بالنظام، وقد بدأ ذلك في الثمانينيات، وكذلك في الإخفاق في إدارة رأس المال فيما سبق. وكان لابد من دراسة هذه المؤسسات، وتبين بعد دراستها بأنه لم يكن هناك خطر حقيقي من هذه المؤسسة من هذه المؤسسات. أتفق مع السيد شريف عندما يتحدث عن الهيكل المالي الإجمالي. ما رأيناه في العالم الغربي أن هناك آلية لتحويل المخاطر، فكل مؤسسة كانت تحاول أن تحول المخاطر باتجاه آخر، ولو قام الجميع بنفس هذا التمرين فإننا في النهاية سوف نشهد ما حدث، مما يعني أن هناك طريقة جديدة للقيام بالخدمات المالية، ألا وهي تشاطر المخاطرة وليس تحويل المخاطرة على الآخرين. وبهذه الطريقة يمكن أن نقوم
ممارسة السلع المالية بشكل أفضل، فيمكن مثلا بناء كما كان الحال بالنسبة لحالات بناء رأس المال لاستخدامه في الأيام الصعبة. المسألة لها علاقة بالأنظمة، وعلينا أن نغير طريقة إجراء المعاملات التجارية. والتمويل الإسلامي يتحدث عن تشاطر المخاطر بدلا من عن تحويل المخاطر. عريف الحفل، هل تود أن تجيب عن هذا السؤال سيد ناصر؟ سيد ناصر أو عريف الحفل، حتى مؤسسات تصنيف الائتمان ما كانت مقتنعة بما قالت تقوله الولايات المتحدة الأمريكية من حيث توزيع هامش الخطر بخيفية عرض المنتجات. السيد ناصر، نعم هناك منطق في الحديث عن مشاطرة أو تشاطر في الأخطار، لأن هذا من شأنه أن يخفف من بعض العناصر التي أدت إلى وقوع هذه الأزمة. ولكن هذا النظام نظام يانع، ونظام المالي الجديد لابد من أن يختبر في عدة حالات. عريف الحفل، لقد تحدثنا عن عدة موضوعات لابد أن نعود إليها. مستوى الشفافية، مستوى الشفافية في عدة أسواق، وشفافية الشركات من حيث تقديم التقارير الفصلية، وكيفية العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وحملة الأسهم، وكيفية تعامل مجلس الإدارة مع الجهات الناظمة أو التنظيمية. إلى أين وصلنا من حيث النضج من مقارنة بخير أو أفضل الممارسات؟ هناك أمور جيدة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المملكة المتحدة فيما يتعلق بالإجراءات الملائمة. هل من أحد يود أن يجيب عن هذا السؤال؟ السيد شريف، أعتقد أنه مقارنة بما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أعتقد أننا قمنا بشكل جيد. إن الجهات الناظمة هنا تنحو للقول بأننا لم نتعرض لكل هذه المشاكل، وبالتالي نحن على ما يرام، لكن أقول أننا متخلفين من حيث حوكمة الشركات. صحيح أن قمنا بتحسينات كثيرة على مدى السنوات العشر الماضية في مختلف البلدان، ولكن لازلنا متأخرين ولابد من القيام بأمور أكثر. وكذلك مبادئ الحوكمة، حوكمة الشركات يجب أن تتحول إلى أو تترجم فعليا ولا تظل حبر على ورق. في الأردن هناك عدة إرشادات وأدلة لحوكمة الشركات أصدرتها عدة جهات ناظمة الأربعة والخمسة، وهناك عدم فهم كاف للمديرين والمدراء والرؤساء التنفيذيين الذين لا يفهمون مبادئ الحوكمة 100%. بالتالي نحتاج إلى مزيد من التوعية، مزيد من الإنفاذ، وكذلك نحتاج إلى مزيد من التنسيق فيما بين الجهات التنظيمية الداخلية في القطر الواحد أو فيما بين البلدان المختلفة لتوحيد المبادئ. سيد جون، أعود للتعليق الأساسي بأن مبادئ حوكمة الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة كانت جيدة. أقول نعم كان هناك مبادئ كانت صحيحة، ولكن تنفيذ هذه المبادئ لم يكن جيدا لأن الخبرة لم تكن متوفرة لدى المجالس لدراسة المخاطر والإشراف على المخاطر بالشكل اللازم، وكذلك الفصل فيما بين السلطات بالنسبة لإدارة المخاطر والإشراف على المخاطر. إذن عندما نتحدث عن استقلال المدراء ومبادئ أخرى للحوكمة، أن يكون هناك رئيس تنفيذي أو كبير مسؤول تنفيذي كبير أو أول إلى آخره، كل هذه المبادئ لم تنجح دائما، وذلك لعدم إلقاء أو الاهتمام ببناء الخبرات اللازمة أو وضع الخبراء الملائمين في الأماكن الملائمة داخل الهيكل. سايمون، كما قلت في السابق إن المسألة ليست مسألة قلة الأنظمة في المنطقة من حيث حوكمة الشركات. قبل 6 أسابيع كان هناك مراجعة إقليمية وتبين أن المبادئ عالية وليست بعيدة عن المبادئ المعمول بها في البلدان المتقدمة، بل هناك استيراد من البلدان المتقدمة لهذه استيراد أو تصدير لهذه المبادئ إلى البلدان هنا. الفكرة هي أن القائمة
على مستوى الشركات المملوكة من الحكومة أو شركات في القطاع الخاص وعدم تنفيذها بشكل الكافي. هناك نحو أو ميل في المنطقة للإبقاء على سرية الأمور وعدم الإفصاح عنها، وقد كافحت المنطقة كثيرا في هذا المضمار، فالكثير من الشركات مثلا في المملكة العربية السعودية كافحت كثيرا وعانت مع موضوع حوكمة الشركات في القطاع الخاص، إلى حد أننا أن بعض الشركات قالت أنها تود أن تخرج من قائمة، لا تدرج في قائمة البورصة، بأنها لا ترى أن الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات متعب جدا عليها، وهذا حدث أيضا في الإمارات على ما أعتقد. عندما نتوجه للعملاء ونتحدث معهم الكل يقر بأن مبادئ الحوكمة يجب أن تتحسن، ولكنهم لا يدركون منافع هذا التحسن، يتحدثون عنها ولكن لا يفهمون هذه المحاسن. تقرير من ماكنزي قال أن المستثمرين الدوليين مستعدين لدفع 30% أكثر في استثماراتهم بشركات إذا كانت مبادئ الحوكمة عالية. HSBC في السنة الماضية قالت أن المستثمرين الدوليين وجدوا أن مستوى حوكمة الشركات في المنطقة ليس كافيا، وبالتالي أعادت النظر في الصفقات لشراء الأسهم نتيجة لعدم تلبية هذه المبادئ وتكلفة الاقتراض أيضا. إذن ينبغي للشركات والناس أن يدركوا منافع حوكمة الشركات، ولا أعتقد أن هذا مفهوم في المنطقة. سيد شريف، معظم الشركات لا تزال ما تملكها الأسرة، وبالتالي ليس من السهل داخل العائلة أن تطبق حوكمة الشركات فيما يتعلق من ناحية الملكية والإدارة. السيد ناصر، هذه نقطة مهمة جدا، يجب أن نعامل الشركات العائلية أو الأسرية بشكل مختلف عن الشركات العامة المدرجة في البورصة. فقد تم بناء تجربة أو تراكم التجارب فيما يتعلق بالشركات الأسرية ومبادئ التعامل في مجال الإرث أو الميراث والمساهمة مثلا من قبل أعضاء مباشرين أو أقرباء مباشرين أو غير مباشرين. إذن هذه مواضيع لها علاقة بالحوكمة سوف تعود بالمنافع على الشركات الأسرية حتى في الأسرة، فمثلا مؤسسة حوكمة تعنى بهذه المواضيع. نعم، هناك فترة انتقالية ومرحلة انتقالية تمر فيها هذه المنطقة، وقد خصصناها للتعامل مع هذه البيئات الخاصة بالشركات الأسرية. سيد شريف، قامت مؤسسة حوكمة بعمل ممتاز. عريف الحفل، ما هي مؤسسة حوكمة؟ السيد ناصر، مؤسسة حوكمة تهتم بحوكمة الشركات في المنطقة وترفع المبادئ فيما داخل الشركات وفيما داخل كيانات محددة في الإقليم، ونحن نعمل مع الـ IIF ومنظمات محلية تعنى بالقوانين المعمول بها داخل مجلس تعاون الخليج مثلا ومقارنتها مع القوانين الموجودة في البلدان الأخرى مثلا غسيل الأموال إلى آخره، والهدف منها هو إحداث التغيير. جزء من عمل الحوكمة يعزى إلى أعمال الحوكمة. السيد البروفيسور سيمون قال أنه لابد من مساعدة الشركات على فهم المصلحة التي تجنيها من موضوع الحوكمة، وهذا ما ذكرناه في الأرب ليدرز فورم أو منتدى الرواد العرب على الغداء، فقلنا أن البحرين تحصل على 52% على الصعيد العالمي، وهذا الرقم ليس إيجابيا 100%، ولكن السبب لا يعزى فقط إلى سيطرة الأسرة على الشركات، بل كذلك التصرف الأوتقراطي وعدم وجود الكفاءات والمهارات الأساسية للتجارة، وكذلك التعرف على البيئة التجارية الملائمة والسماح للآخرين بالمشاركة بصنع القرار وفتح المجال للمحامين والمحاسبين للعمل معكم، وليس التركيز على مجرد أصحاب المصارف مثلا.
وهناك أمر شاهدناه بشكل منتظم في الأشهر القليلة الماضية، القدرة على تحديد حالات الإخفاق المرتبطة بالنظام المالي وتحليلها. بعض الشركات ترددت جريدة جدا أو ترددت كثيرا عن مواجهة حالات الفشل أو الإخفاق، وهذا يعني أن كبار المسؤولين عليهم مسؤولية الاعتراف بهذا الإخفاق والتصدي له، وهذا لا يتماشى مع الثقافة المحلية لأنهم يعتبرون وكأنهم خسروا سمعتهم. وأمر مشين في دبي مثلا، الشيخ محمد رسالته دائما كانت لمن يعمل في بشكل فاسد في مجال العقارات، كانت رسالة مهمة جدا. ومن وجهة نظري أنا كمحامي، من المهم أن نشهد بعض الحالات الإخفاق والحديث عنها بشكل تشهير بها إذا ما شئنا الحديث، لكي يشعر الآخرين بالخجل ويتعلموا منها درس، وألا نخبئ المشاكل ونتستر عليها. إن إنشاء مركز المصرف المركزي للخليج له علاقة بهذا الموضوع، وهذا قد يكون في المملكة العربية السعودية نتيجة لحجمها اقتصادها والنقد السائل فيها، وكان هناك حوار كبير في هذا المجال، وقد كان هناك لقاء مع جلالة الملك السعودي، وفكروا يمكن أن يكون المقر في الإمارات أو حتى في البحرين. ولكن هل يمكن أن نقبل بمصرف مركزي خليجي خارج السعودية؟ وكانت الإجابة لا، وانتهى النقاش. كيف نصل إذن إلى تنمية عبر المنطقة إذا كان الأخ الأكبر في المنطقة سيقول لا نحن سنسيطر على الوضع؟ أقول ذلك وأنظر إليك مباشرة، لأني أعتقد أن الجدال الصحي هو كيف يمكن لدبي أن تضع ثقلها إذا كان هناك ذلك الفيل الكبير من الاقتصاد، وهو الذي يتخذ كل القرارات حتى في مجموعة 20 باسم الإمارات العربية المتحدة. دون شك أن المملكة العربية السعودية هي سوق المنطقة من حيث عدد السكان، من حيث القدرة الشرائية، ولكن أن تنتقل بشكل يتخطى ما قمناه بشكل قمنا به بشكل تاريخي في الاقتصاد العالمي يحتاج إلى خطوات كبيرة. إذن هذه المؤسسات متعددة الأطراف التي نقوم ببنائها يجب أن تمثل بشكل ملائم عبر المنطقة، وأن تتوزع أيضا على المنطقة لكي يستفيد الجميع. ولكن لا أعتقد بالضرورة أننا يجب أن نكون متطرفين مثل أوروبا، فمثلا أن يكون المقر للمؤسسات متعددة الأطراف من نقلها من مدينة إلى أخرى مع كل الملفات والمكاتب، ستراسبورغ، لوكسمبورغ، بروكسل. نعم، هذه ظاهرة عجيبة وما زالت قائمة. على دبي أن تتعلم أن تقبل الحلول الوسط. بالنسبة للمملكة العربية السعودية لا بأس، نحن نؤمن أن الإمارات العربية المتحدة هي المقر التجاري للمنطقة، ولا يوجد شك بالقوة الاقتصادية لدبي. والإمارات العربية المتحدة لا يوجد فيها أي مؤسسات متعددة الأطراف لدول مجلس التعاون الخليجي ومقرها هناك، بالتالي يجب أن نكون هناك. أنا كريستين لي من أورج إنفستمنتس، لدي ملاحظة بخصوص اجتماع مجموعة 20. قبل وصولي هنا بدأت بمنبر مفتوح ما بين حكومة كوريا وبين المشاركين في السوق في كوريا، لأن كوريا ستترأس مجموعة 20 في العام القادم، بالتالي أحاول أن ألعب دورا في هذا السوق ما بين المشاركين والحكومة ومشاركين في السوق، لكي يتمكن كافة اللاعبين في السوق بفهم ما يحدث في مجموعة 20 وكيف يمكن لمجموعة 20 أن تؤثر على التخطيط الجديد والتصميم الجديد للخدمات المالية، وأن يكون لديهم صوت ومدخلات في السوق. والمملكة العربية السعودية ستترأس مجموعة 20 في عام 2011. إذن كوريا ستتعاون مع المملكة العربية السعودية ابتداء من العام القادم. إذن بخصوص قضية
التعاون الوثيق في هذه المنطقة قبل أن تتمكن المملكة العربية السعودية من تمثيل المنطقة في مجموعة العشرين. أعتقد أن هذا الوقت مناسب جدا للبدء بالتعاون والنقاش حين تكون كوريا هي رئيسة مجموعة العشرين في هذا العام، وحين تكون كوريا تعمل بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية وهي التي ستترأس مجموعة العشرين بعد في عام 2011. إذن أشجع قادة هذه المنطقة للتركيز والعمل سويا من أجل تنسيق أفضل وتمثيل أفضل لهذه المنطقة في مجموعة العشرين. هل ستكون مجموعة العشرين هي محفل هذا اليوم للمضي قدما لتخطي هذه الأزمة؟ لأنهم كانوا، وأنا أعرف ذلك لأن العديد من وزراء المالية تحدثوا معي، كان هناك الحديث عن المجموعات 14، مجموعات 15، ولكن قالوا لدينا مجموعات 20، فلما لا نستخدم هذا المحفل؟ هل تنمو؟ هل ستكبر هذه المجموعة؟ هل ستتمكن من التأثير؟ هل ستضع إطار اقتصاد القرن 21؟ هل لديكم أفكار بهذا الخصوص من وجهة مبادرة إعادة التخطيط العالمية؟ برأيي أنها يجب أن تعكس التغير الحاصل في الاقتصاد العالمي خارج إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي أي خارج الأطر التقليدية. وفيما إذا كان فقط زيادة عدد الأعضاء أو تغيير طريقة عمل مجموعة العشرين أو تكوين مجموعة أو مؤسسة جديدة، ولكن إحساسي هو أنه من الأفضل توسيع وتطوير المؤسسات القائمة بدلا من التخلص منها، ولكن في ذلك نخاطر بتقسيم العالم إلى أقاليم. وأعتقد أن هذه إحدى السيناريوهات في مشروع التخطيط المالي العالمي الجديد. كان هناك 4 سيناريوهات قمنا بها في المنتدى الاقتصادي العالمي في بداية هذا العام. لم يكن هناك إمكانية لبناء مؤسسات جديدة يمكن لها أن تحكم عبر العالم، بالتالي قمنا بتكوين كتل إقليمية تقوم بإدارة هذه الأقاليم، ومن ثم بدأت تنفصل من حيث التجارة والرأس المال والاستثمار. هذا عالم مختلف، قد لا يكون عالم أفضل، ولكن هذا هو العالم الذي سنشهده في المستقبل. كما قال السيد الذي ترك للتو سابقا مجموعة الثمانية والاقتصاديات الكبرى، اكتشفت بأن المشاكل العالمية تحتاج إلى حلول عالمية. نحن نتعامل مع مشاكل القرن العشرين، ومؤسسات القرن العشرين ليست جاهزة للتعامل مع مشاكل القرن 21، بالتالي يجب أن يكون هناك عمل شمولي. قد يكون هناك مجموعة 30 أو مجموعة 40 أو مجموعة 77 والصين مثلا. إذن هذه أزمة عالمية، وإذا كنا سنتعلم منها شيئا فهو أن المشاكل في جزء من هذا العالم سيكون لها تأثير على بقية العالم. إذن من مصلحة الجميع أن تكون المقاربة شمولية. هل هناك من مداخلات من المشاركين؟ هل هناك من أسئلة إضافية؟ إذا لم يكن هناك أسئلة، أعتقد أننا خضنا في هذا الموضوع أعمق مما أعتقدت أننا سنخوض به. أود أن أشكر المشاركين والحضور، وأشكركم على تغطية كافة القضايا الجغرافية أو الجيوسياسية المرتبطة بهذه القضية. شكرا لكم جزيلا، وسنراكم في المساء وأيضا غدا صباحا.